هاي انا حالتي هيجي، وهم ما يصير تعبت. انا انسان يعني طايح عاجز متزوج وعندي ولد، هاي قبل 3 سنوات هيجي تزوجت قبل لا تصير حالتي هيجي. اناشد المحافظ، اناشد الناس الخيره الطيبه، على مود انا عندي واحد قبل 3 سنوات 4 نفس المرض هذا توفى عندي. حيدر، احكي لنا عن وضعك وصار ايش قد يعني هاي الحاله صارت عندك. اولا السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. والله انا صار لي هسه يعني 2.5 سنين على هاي حطتي. بالبدايه شوي شوي انتكست حالتي، يعني كنت في البدايه امشي على عوجيه، تالي على عربانه شوي تشولي واقوم، شوي شوي انتكست حالتي. ظليت اراجع اطباء، اروح واجي الأطباء، يعني حتى الكفيل بكربلة هم رحنا، فما صارت لي يعني شارة، يعني ما طوني أي حل، ما طوني أي، ما سووا لي أي شيء على المسكنات على هاي، وظلت حالتي هيجي وانتكست حالتي في رجنو. أنا سمعت هسه من الوالدة كنت يعني طالب سادس علمي وتركت يعني. نعم طالب سادس علمي كنت، فبهاي الظروف ما أقدر يعني أدرس وأكمل حياتي طبيعية، فتركت بعد شو سوى. والله مناشدتك يعني انت شو الطالب؟ انا ناشد الناس الخيرة والناس يعني المسؤولين بالمحافظة او اي واحد يعني كان يشوفون حالتي، بان انا اريد اطلع يعني على ولو يطلعوني خارج البلاد كعلاج، وانا جاي يعطوني رعاية، ورعايتي يعني 200,000، وانا هم متزوج وعندي ولد، هاي قبل 3 سنوات هيك تزوجت قبل لا تصير حالتي هيك. ما جاي تكفي، ما جاي تكفي يعني هاي علاجي انا شقد، هاي بالليل وبالنهار هم يعني مرات تشنج علي رجلي، وهاي مطبوقات وضالات لا بيا مدهن، ومن يردون يشيلوني هم بصريخ، يعني مو هينة يعني مثل هسلو نايم طبيعي مو مشكلة يشيلون بي ويحطون، بس لا يعني انسان اذا حاشني هيجي اظل اصيح. هاي الحالة يعني عندكم وراثة؟ اي انا بي فقر دم ثلاسيميا وراثة، وانا ناشد محافظ البصرة، ان شاء الله يشوفني ويشوف لي حل ويطلعني خارج البلاد يسوي لي حل. هاي انا حالتي هيجي، وهم ما يصير تعبت انا يعني 3 سنين مو هينة، انسان يعني طايح عاجز، اهلي يشيلونه قوة خلونه قوة، انا ابوي كبير ومتقاعد، وهاي والدتي هم كبيرة، وين تذب روحك وين تطي وجهك كما، والله كريم ان شاء الله ما يقصرون. أناشد المحافظ، أناشد الناس الخيرة الطيبة، على مود أنا عندي واحد قبل 3 سنوات 4 نفس المرض هذا توفى عندي، وهذا عندي الثاني اسمه حيدر، الثاني هم قبل 2 3 سنين هم صارت نفس هاي الحالة. هاي ثالث عملية أنا أسوي له، آخر عملية سويت له بالمودة والله 4 ملايين كلفتني. سويت إيش قد عمره؟ عمره 24 سنة. يعني أنت صارت عند هاي الحالة؟ كلش تقريبا قبل سنه هيك صارت، قبل سنه بعد لا يقوم لا هذا على نومته. هاي يعني هسه حتى مثلا من الحمام مثلا اكل وضعه؟ والله كله شيل، كله شيل، نشيله شيل ونخليه شيل، تكرم الحمام شيل، للاكل شيل، قاعده ما يقعد بعد، مو مثل قبل هسه من صار له اكثر من سنه هيك هاي الحاله. رحت على مود حالته؟ والله راجعت مخصوص بريها، ما خليت دكتور، ما خليت مكان، ما خليت،
ما كل شيء بعد والله العظيم، كل شيء ما خليت. اخر شيء سويت له عمليه بعد، والمحافظه رحت وما رجعت، قالوا لي الا اللجان الطبيه، انا ما اقدر اشيله غير اللجان الطبيه تجي تشوفه شنو حالته بالبيت، انا لا اقدر اشيله، لا اقدر احوسه، لا اقدر مثلا اوديه. يصرخ هو 24 ساعه يصرخ. مطالبتك انت، مناشدتك شو الطالب؟ مناشدتي ما اريد اخسر هذا، بلكي تسوي له شاره يطلعونه برا علاج، انا علاج يومي يعني كل علاج 100,000 80,000 200,000 150,000 كل علاج واحد والله كله على حساب، وانا متقاعد شنو اسوي؟